السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الملوخيه. لا تقولي لي بقى ملوخيه بالارانب ولا ملوخيه بالفراخ، هنعمل ملوخيه بالجمبري، الاكله السويسي على اصولها. هنعملها مع الرز الابيض، دي وجبه متكامله. هنعرف كل مشاكل الملوخيه، ازاي ما تبقاش خفيفه، ازاي ما تسقطش منك، ازاي ما تسودش منك. والله بقى على الطشه بالجمبري، شمين الريحه الخطيره. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه ومقاديرنا ايه. بس يا ريت لو لسه ما اشتركتوش راح اشتركوا، فعلوا الجرس على الكل علشان يجيلكوا اشعار باي فيديو جديد ينزل. يلا بينا نشوف وصفتنا التحفه دي هنعملها ازاي. طبعا الجمبري على حسب الكميه وعلى حسب الرغبه، انا استخدمت كيلو علشان انا مش هعمل حاجه جنبها، هعمل بس الملوخيه بالجمبري وجنبها رز. اذا انت هتعمليها مع وجبه سمك تستعملي نص كيلو كفايه من الجمبري. حجم الجمبري من وسط لصغير، يعني ما بجيبهوش كبير قوي، وبرده ده يرجع للرغبه. هبدا اقشره ازاي؟ طبعا انا غسلته كويس جدا في ميه وليمون كذا مره وصفيته. هبدا اشيل الراس الاول، وبعدين ابدا اشيل القشره من عند البطن من تحت، واجي على الديل اضغط عليه ضغطه كبيره لغايه ما يفصل الجمبري عن الديل. واجي بقى عشان اشيل الكيس الرملي من غير ما افتح بسكينه ولا اي حاجه، بفضل بايدي كده احاول امسك الخط اللي انتم شايفينه ده او الكيس الرملي، هو باين بالنسبه لكم، وتسحبيه بالراحه خالص وتاكدي ان هو طلع معاكي كامل، عشان احيانا بيتقطم منك وانت بتطلعيه، فتخلي بالك من النقطه دي. هعمل معاك واحده كمان، هتشيلي الراس، بعدين تبداي تشيلي القشره من تحت لفوق من عند الرجل كده، وبعدين تضغطي على الديل لغايه ما ينفصل عن الجمبري. وافتحي الظهر بصباعك كده وشيلي الكيس الرمل. هخلص بقى باقي الكميه وهرجع لكم تاني. غسلت بقى الجمبري بتاعي زي الفل اللي هو قدامكم في ميه برده وليمون وصفيته كويس. هبدا بقى عندي راس توم كبيره انا فرمتها مع قرن فلفل ملحامي اللي قدامكم في الطبق ده، هاخد منه معلقه وهشيل الباقي على جنب، وهاخد رشه من الكمون، رشه من الفلفل الاسمر، ورشه من الكزبره الناشفه، وهبدا اقلب فيهم الجمبري بتاعي علشان ياخد تتبيله حلوه وطعم حلو. شيلي بقى قشره الليمونه اللي كنا نقعين فيها الجمبري مع الفلفلايه دي، طبعا مش هنرميها. هاخد بقى قشره الجمبري اللي انا قشرته مع كام جمبريه كبار كده انا شلتهم على جنب علشان ازين بيهم الطبق بتاعي في الاخر، واخد منهم كمان شوربه. طبعا الجمبري ده انا مش هرميه، القشر والراس بتاعت الجمبري هاخده بعد ما غسلته تاني، بعد ما قشرته غسلته في ميه وليمون تاني وصفيته. وهاخده بقى في الحله بتاعتي مع ورقتين لورا، فصين توم كبار انا فتحاهم، وصلايا وطماطمايه ومكعب من الزبده، ورشه برده من الفلفل، ورشه من الكمون، ورشه من الكزبره. وهبدا اشوح الكلام ده كله في مكعب الزبده اللي عندي علشان يديله طعم حلو كده، والريحه بقى بدات تطلع مش قادره اقول لكم. هبدا بعد كده انزل بميه مغليه واسيبها بقى تغلي مع بعضها كده، عشان الشوربه دي هي دي الاساس اللي هعمل بيه الملوخيه، تمام؟ والشوربه دي ما تقلقوش ما فيهاش اي زفاره، بالعكس طعمها بيبقى مسكر جدا وبيبقى طعم الملوخيه تحفه جدا. اللي مجربش فعلا الوصفه هيجربها وهتعجبه جدا، ومش هياكل بعد كده ملوخيه باي حاجه تانية. تعالي بقى في الحله عندك زيت على مكعب زبده، هنزل برضو بمعلقه من الفلفل والثوم اللي انا دقاهم، واخد بصلايه مبشوره صغيره لغايه ما يتبلوا معايا ويصفروا كده على النار. هنزل بالجمبري، يفضل من غير الميه اللي فيه علشان اديله صدمه وتشويحه كده مع البصله اللي بالثوم والفلفل. هدي برضو رشه فلفل وكمون وكزبره مع الجمبري واقلبه لغايه ما واسيبه بقى تكتك مع نفسه شويه، واطلعه في طبق لوحده على جنب علشان عايزاه يبقى متماسك معايا ومحتفظ بقوامه كده وبشكله، تمام. هبدا انزل بالمرقه بقى بتاعه القشر بتاع الجمبري اللي انا سلقته، بعد ما تكتكت معايا على النار هسيبها بقى مع البصلايه والثوم تغلي كده مع نفسها وتاخد وتدي من الطعم. ويلا نعمل الملوخيه. الملوخيه بقى علشان الناس اللي بتشتكي اللي بتقول الملوخيه بتبقى قطعه معايا وملهاش عرق، لازم لما تيجي تقطفي الملوخيه تقطفيها بالعنقود الصغير اللي فيها ده، لان ما ينفعش اقطعها كده من غير العنقود، لان العيدان دي هي اللي فيها الماده الصمغيه اللي بتعمل العرق للملوخيه، تمام. يبقى انا لما اجي اقطف الملوخيه اقطفها بالعود اللي فيها اللي هو موصلها بالعود الكبير، تمام. حتى غسلتها كذا مره ونشلتها من الميه وصفيتها، وهبدا افردها على فوطه كبيره قطن نظيفه طبعا، واوزع الملوخيه كويس يعني بطول الفوطه كلها، افردها كلها في سوا واحد. وبعد كده هبدا الف الفوطه بتاعتي واعملها رول كده علشان
الملوخية، المية اللي في الملوخية تشربها الفوطة كلها، تمام. هسيبها كده مفيش 10 دقايق، مكملوش 10 دقايق، وهرجع افردها تاني واقلبها وبرومها تاني، تمام. تعالي بقى نعمل الرز الابيض. عندي زيت على مكعب زبدة على ورقتين من اللورة، رز مصري عادي انا غسلاه مش نقعاه، غسلاه بس عشان يبقى مفلفل معايا وما يعجنش. ما تنقعيش الرز غير في حالة واحدة بس، لو انت مستعجلة عليه وعايزاه يستوي بسرعة. هبدأ اقلبه واشوحه مع رشة ملح لغاية ما الرز كله يتغلف في المادة الدهنية عشان يطلع مفلفل معاكي. وانزل بقى بالمية المغلية، لازم تكون مغلية عشان الرز ما يعجنش. ومعيار المية هنا انا بحطه كده بالنظر لغاية ما يبقى المية جاية لنص المعلقة او الاسباتيولا كده. لو عايزة تعيريه يبقى كل كوباية رز بتاخد كوباية مية مغلية الا معلقتين كبار، يعني مش كوباية مليانة قوي العين عشان ما يعجنش منك. والرز لو مفلفل زيادة تقدري تزوديه شوية مية بشوية مية وتعالجيه غير ما يعجن منك. بعد ما تشرب وطيت عليه النار وهديت عليه خالص وغطيت عليه وسيبته يستوي مع نفسه. وادي الملوخيه فردتها وقلبتها تاني وبرمتها على الجنب التاني 10 دقايق وهي نشفت وتمام. هاخدها بقى في كيس كبير كده واخرج منه الهواء علشان نجرب نعملها بالطريقه اللي موجوده على السوشيال ميديا كلنا اكيد شفناها. تاخدي الكيس الملوخيه كده تخرجي منه الهواء وتحطي فوطه تحت الكيس علشان لما تيجي تخرطيها ما تقطعيش الكيس. وابداي كسري الملوخيه الاول بالمخرطه وافضلي بقى على كده قلبي يمين وشمال فوق وتحت في الملوخيه وابداي اخرطي عادي كانك بتخرطيها على اي حاجه. بس الطريقه دي الحقيقه انضف كتير، يعني مش بتخلي الدنيا تتبهدل وايديكي بتبقى نظيفه والمخرطه نظيفه وكله تمام، وهي خلاص الكيس ما تقطعش ولا اي حاجه. عندي الشوربه اهي غليت على النار وقصرت شويه، لو تلاحظوا قلت حطيت لها رشه بسيطه من البيكنج باودر او الكربوناتو لو عندك. وبعدين هبدا انزل بالملوخيه، هقطع الكيس من تحت علشان ما بهدلش الدنيا وانزل بالملوخيه بتاعتي وابدا اقلب. طبعا لو عايزه ميه في ايديكي تزوديها. الناس اللي بتقول الملوخيه بتطلع خفيفه ما تحطيش شوربه كتير قوي وتبداي بعد كده تحطي الملوخيه تلاقيها خفيفه منك، لا حطي شوربه قليله وبعد كده زودي شوربه زي ما انت عايزه لغايه ما توصلي للسمك او للتخانه اللي انت حباها. يبقى احنا عرفنا ليه الملوخيه بتطلع من غير عرق، اللي بتطلع خفيفه. ليه بتسقط منك؟ انت ما تغطيش الملوخيه، الملوخيه مش بتتغطى بغطا كامل، بتخليه موارب كده. شوفوا بقى سمك الملوخيه ده يرجع لكم انتوا، انا بحبها بالسمك ده. لو انتوا شايفينها سميكه شويه وعايزه تخف هتزودوها شوربه. تعالوا بقى نعمل الطشه بتاعه الملوخيه. زبد على زيت يسخنوا كويس على النار، هنزل بباقي الثوم والفلفل اللي انا مجهزاه من الاول وابدا اشوحه كده لغايه ما يصفر، مش عايزاه يغمق مني علشان ما يمررش، تمام. هبدا انزل بعد كده بالجمبري، ياخد تشويحه كده مع التومه. مش هنزل بكزبره غير لما اشوح الجمبري شويه عشان الكزبره بتتحرق بسرعه، وزي ما قلت لكم مش عايزه الطشه تمرر مني، تمام. هبدا اشوح الجمبري شويه واسيبه يتكتك على النار وانزل بكزبره ناشفه وفلفل وكمون، رشه بسيطه من الكمون، ما تبالغيش قوي في استخدام الكمون علشان ما يغيرلكيش طعم الملوخيه، تمام. تمام الجمبري خلاص بقى زي الفل، والملوخيه بتاعتي خلاص. انا هغرفها بقى في اي طبق او في اي بوله. هاخد شويه بس من الجمبري او نص الجمبري تقريبا او 3/4 تقريبا حطيته في الحله وبدات كده ايه اقلبه شويه مع الملوخيه. الملوخيه ما بتتغليش يا جماعه على النار، يا دوب تسخن الشوربه تنزلي بالملوخيه تقلبتين وتطفي عليها على طول. الملوخيه ما ينفعش تتغلي، هتلاقيها اسودت منك وتاكسدت وفي الحاله دي مش هتنفع. بعد كده هغرف الملوخيه بتاعتي، انا غرفتها في طاجن. بعد ما اخلص غرفها للكامل هبدا اخد بقى شويه الجمبري اللي انا شلتهم على جنب في الاخر واحطهم على وش الطاجن او على وش الطبق او البوله اللي انا هغرف فيها الملوخيه. ده بيدي شكل حلو للطبق، واحنا عارفين طبعا ان العين بتاكل الاول فنهتم جدا بشكل الطبق الشكل النهائي، تمام. عايزه اقول لكم الريحه رهيبه بجد، لو جربتوها هتعجبكم جدا جدا. عايزه اقول لكم انا اول مره اعملها وفعلا عجبتنا جدا عن كمان الملوخيه اللي بالفراخ او بالارانب. هنحط بقى الكام جمبريه اللي احنا سلقناهم في الاول او شلناهم على جنب عشان نزين بيهم الطبق بتاعنا. وده الشكل النهائي للملوخيه، وقدمتها طبعا مع الرز الابيض. الرز طلع مفلفل وريحته حلوه جدا من ورق اللورة والزبده، ان شاء الله يعجبكم جدا جدا لو جربتوه. وصفه متكامله او وجبه غدا متكامله، ممكن ما تعمليش جنبها اي حاجه. شايفين بقى الملوخيه وسمكها والعرق بتاعها. يلا بقى نقدم الطبق بتاعنا، كل واحد طبعا على حسب ذوقه. اتمنى ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه، ويا ريت تكتبوا لي رايكم في التعليقات لان رايكم دايما بيهمني. وهستنى اقتراحاتكم بالنسبه للوصفات اللي تحبوا ان انا اعملها، اكتبوها لي برده في التعليقات.
وياريت لو لسه مشتركتوش روح اشتركوا بقى وفعلوا الجرس على الكل عشان يجيلكوا اشعار باي فيديو جديد ينزل، واستنوني في فيديو جديد. كنت معاكم شيماء امين.